ذاكرون سابحون في بيان أو سكون حامدون راكعون من كيان أو عيون ذاكرون سابحون في بيان أو سكون حامدون. ويقول عند الركوع سبحان ربي العظيم، وهذه من الأذكار في ذاته وصفاته، وتنزه ربك عما لا يليق به، ولا تقرأ القرآن في هذا الانحناء لأنه لا يناسب، بل يقرأ في حال القيام. وسمع الله لمن حمد استجاب، وهو المحمود مع المحبة والتعظيم، وهذا وصف بالكمال. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحمد ربه وهو يعلم أن من الشعراء من يمدح شخصاً ليتقي شره. وتقول اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات والأرض ومن ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد. وهكذا كما جاء في الألفاظ، ما معنى أهل الثناء والمجد؟ يعني أنت يا الله أهل أن يثنى عليك وأن تمجد لعظيم صفاتك وكمال نعوتك. أحق ما قال العبد، أحق ما قال العبد لما فيه من التفويض إلى الله والإذعان له والاعتراف بوحدانيته والتصريح بأنه لا حول ولا قوة إلا به والخير منه سبحانه وتعالى، ولا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، قبضا منعا بسطا خفضا رفعا عطاء، ولا ينفع ذا الجد يعني صاحب الحظ والغنى والعظمة والسلطان، فلا ينفعه حظه في الدنيا من مال ولد وسلطان، ولا ينجيه من عذابك، وإنما الذي ينفعه وينجيه عمله الصالح. وفي أخفض مكان يقول سبحان ربي الأعلى، النزول فيه نقص، فلذلك تسبح ربك مثل السفر، تقول سبحان الله إذا الطائرة تهبط، والطلوع فيه علو، ولذلك تكبره الله أكبر، يناسب هنا مثل إقلاع الطائرة. السجود الآن لما تنزل للسجود تقول في السجود سبحان ربي الأعلى، وكذلك في الركوع في انحناء ونزول سبحان ربي العظيم. وسبوح مبرأ من النقائص والشريك، قدوس مطهر من كل ما لا يليق، رب الملائكة والروح، الروح جبريل، هذا خاص بعد العام. وتأمل الجمع بين خيري الدنيا والآخرة في قوله بين السجدتين اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني وعافني وارفعني، فتشمل من الدنيا الخير كله وكذلك الآخرة. وطلب الرزق مع طلب المغفرة مع طلب العافية مع طلب الجبر، وما معنى اجبرني؟ يعني عوضني عن النقص. كل إنسان ناقص مفرط مسرف يحتاج إلى جبر ليعود سليما، سواء كان النقص في الدين أو النقص في الدنيا. فلما تقول اجبرني عوضني عما نقص مني في الدين أو في الدنيا، والإنسان إذا نقص شيء في الدنيا تجده منزعجا متألما متحسرا، فإذا قال اجبرني عوضني عما نقص مني في موت ولد في حادث السيارة في احتراق كذا، اجبرني، ينقص على الإنسان أشياء في الدنيا وكذلك ينقص من الدين. فقوله اجبرني هذه الكلمة العظيمة ليعود قائلها سليما بعد النقصان أو الكسر، فما أجمع هذا الدعاء للمعاني. وتأمل في قوله اللهم بعلمك الغيب
وقدرتك على الخلق. أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة. هذه بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق تفويض الأمور إلى الخالق كلها، وتتوسل إليه بعلم المحيط بكل شيء. وماذا تقول؟ أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. لأنك لا تدري أنت عن الغيب، لا يعلم إلا الله. اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، في السر والعلانية والظاهر والباطن، وكلمة الحق في الرضا والغضب. لأن قول الحق في الغضب عزيز نادر، لأن الغضب يحمل صاحبه على قول خلاف الحق والجور والظلم. وأسألك القصد في الفقر والغنى، توسط والاعتدال. فإذا كان فقيرا لم يقتر خوفا من نفاد الرزق، وإن كان غنيا لم يسرف ويبذر. وأسألك نعيما لا ينفد، نعيم الآخرة، وقرة عين لا تنقطع. هذه محبة الله وذكر الله، هذه قرة العين التي لا تنقطع، الطاعات. وأسألك الرضا بعد القضاء، وأما قبل وقوع القضاء فهو مجرد عزم على الرضا، لكن إذا وقع القضاء، وفي قضاء لابد يقع، يعني وعد ما يموت له قريب، ما يموت له حبيب، مهم أن يكون راضيا. وأسألك برد العيش بعد الموت، طيب العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك، والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. وإذا سلم في الصلاة يقول السلام عليكم، على الملائكة أو على من بجانبه من المصلين أو عليهما جميعا، عليهما جميعا. السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، عن يمين ملك وعن يسار ملك، وفي صلاة الجماعة عن يمين مصلي وعن يسار مصلي، فهو للجميع. ونختم هذا الدرس، موعدنا معكم مشيئة الله تعالى في الدرس القادم مشيئة الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. ذاكرون سابحون في بيان أو سكون، حامدون راكعون من كيان أو عيون. ذاكرون سابحون في بيان أو سكون حامدون.